واحد يقول له أنت فلان بن فلان القطب الأقطار والغوث الرباني وشيخنا كذا، وحده قال له ولو على تحت قدميكم تعلموا الناس الذل، مرة يعلمونا نذلوا للحكام ومرة نعلمونا نذلوا للشيوخ. لا، العلماء لا ينذل لهم أحد، العالم نأخذ منه المسائل الشرعية إذا أقام عليها الدليل، أما إذا لم يقم عليها الدليل فلا، لا، كل يؤخذ من قوله ويقول إلى صاحب هذا القبر. ليس في الإسلام تقديس، تقدير العلماء، ولكن ليس هناك تقديس العلماء، هناك تقدير أهل العلم، أما تقديسهم فليس في الإسلام شيء من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمة كيف تكون حية قوية معتزة بدينها بأخلاقها. هذا جاء يتكلم هذا بعض الدعاة يقول لك أطيعوا الحاكم، الطاعة والطاعة والطاعة، يعني لازم الشعب يطيع الحاكم. يا سيدي يقول للحاكم يطيع الشعب، ما كانش هذا منكم، ما يدعوش الشعب، الحاكم يعني احنا نخدموا الحاكم، اما الحاكم ما يخدمناش. وانتم راجعوا كل واحد منكم الشباب يمسك ابن كثير، يمسك الطبري، يمسك زاد المسيح ابن الجوزي، يمسك كل العلماء الذين راجعوا كتب التفسير، كل واحد فيكم لما يذهب اذا كان المسجد فيه مكتبه طالع في المكتبة، وإذا عندك في البيت مكتبة طالع، أروح طالع، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وعند ذلك تتضح لكم الأمور. وإنما هؤلاء يأتون بالنصوص يستغلون لأن الشباب لا يطالع، ولأن الأمة تجهل هذه الأحكام، ولذلك يلبسون عليها دينها. يجي عندنا دستور، هذاك الدستور فيه مرجعية الأمة الإسلامية، فيه المرجعية بمعنى يعني توجد هذه الألفاظ اللي تكلمناها موجودة في دستورنا، أما أن تكون هذه الألفاظ لا يعترف بها ويجي عالم أو داعية أو إنسان ويقول هؤلاء أولي الأمر وهؤلاء، فهذا هو تضليل الأمة. ونسأل الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة عن الأمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.